نتواصل مشاهدينا الكرام بانطلاقة الثانية الأشواط الخاصة لهجن أبناء القبائل وبطاقة التأهيل الثانية المخصصة للقاية الأبكار، اللقاية الأبكار المهجنات الأصائل من مسافة الأربعة كيلومترات. نسير مشاهدينا الكرام ونتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة ونتابع هناك الصدارة، المقدمة روعة على المركز الأول سعيد بن عبد الله بن حليس الفلاسي يقدم لنا روعة مع الصدارة مع البداية. المركز الثاني ثاني المراكز الظبي أحمد بن سيف الزفين المهيري يقدم لنا الظبي مع المركز الثاني وغيرت إلى البداية، وبن طحنون مع المركز الثالث هناك تتغير إلى المركز الثاني تتقدم إلى ثاني المراكز من خلال هذا المسار. هناك هذبة سعود بن ناصر بن مبارك بن حمود بن شافي الشافي الهاجري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز. من الجانب الآخر هناك الهدة محمد بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هناك ريمة منصور بن خميس بالصوب الاكتبي يقدم لنا ريمة مع المركز الرابع والمركز الخامس. هذه بوسنامين عندك يا العرياني، عندك يا العرياني تخصص هذا النوع المميز، أم المعارك. يا سلام يا سلام أم المعارك سيف بن ياسر بن سيف العرياني القادم من مزيد من ملاقط بالتحديد هنا للمشاركة بهذه النوعية المتميزة، نوعية بوسنامين مع المركز الخامس والمركز السادس بميرين مع المركز السادس والمركز السابع، سابع المراكز. هناك قضاء مع المركز السابع محمد بن عوض بن محمد المزروعي. أكتفي مشاهدينا الكرام بالنداء لهذه النجوم المنطلقة، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، نعود مع التحدي الرائع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هناك البداية وهناك الصدارة، هناك الظبي أحمد بن سيف الزفين المهيري يقدم لنا الظبي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني أم المعارك سيف بن ياسر بن سيف العرياني مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز. هناك الهدة محمد بن سالم بن سيف بن مسفر بالقوبع المنصوري مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هناك تنطلق مشاهدينا الكرام من خلال قيادة عبد الله بن علي بن سلطان الاكتبي، ولكن التغيير طرى وجرى مشاهدينا الكرام من خلال قذى محمد بن عوض بن محمد المزروعي. والقادم من الجانب الآخر هناك قيادة عبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي قادم أيضا مع المركز الخامس. هكذا الأسماء الخمسة المنطلقة مشاهدينا الكرام في تحديات الشوط وتحديات الأصايل. البداية أم المعارك غيرت البداية، غيرت صدارة هذا الشوط. سيف بن ياسر بن سيف العرياني يقدم لنا أم المعارك اللي سيطرت على زمام الشوط، اللي سيطرت على البداية وسيطرت على المقدمة. يا سلام الأسماء المميزة كما قدمها هذا الشعار، شعار هناك العرياني، هناك زيارة وزعبيل، والأسماء المتميزة. يا سلام يا سلام يا سلام، يذكرني هذا الشعار باسم زيارة، زيارة كانت لها أيضا دور فعال هنا على أرضية هذا الميدان، وكانت زعبيل أيضا حاضرة من خلال هذه الأسماء المتميزة الذي يقدمها سيف بن ياسر بن سيف العرياني. تخصص بالنوعية الفريدة، نوعية بسنامين، السبق يبغي له سنامين، سنام واحد ما يسده. يا سلام يا العرياني على البداية، أم المعارك على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. سيف بن ياسر بن سيف العرياني يقدم لنا أم المعارك الظبي مع المركز الثاني، ثاني المراكز أحمد بن سيف الزفين المهيري مع المركز الثاني. ولكن نعود مع لوحة الألف ومئتين، ألف ومئتين، ألف ومئتين، هناك مع البداية مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا العرياني، يا سلام يا سلام يا سلام، نوعية مميزة، نوعية فريدة على المركز الأول أم المعارك. أم المعارك مشاهدينا الكرام، نذكر يتنا معلومات صاحبة سيارتين رصيدة سيارتين مشاهدينا الكرام، رصيدة سيارتين، واحدة في الكويت واحدة يا أخواني يذكروننا فيها السيارة الثانية، وصاحبة أفضل توقيت، صاحبة أفضل توقيت. يا العرياني طريق للكاميرا، طريق الكاميرا يا العرياني، افسح مجال الكاميرا يا العرياني، روح مع أم المعارك على المركز الأول. هذه
نوعية وسنامين، نوعية وسنامين والعصا في الابطان، العصا في الابطان يا العرياني. اشكرك، روح 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 بدون سماعة يطالعها، يا سلام يطالعها وتطالعها، يا سلام يا سلام يناظرها وتناظرها، يا سلام عليك يا العرياني. سيف بن ياسر بن سيف العرياني، تهانينا والناموس. السلام يا مزيد، سلام يا مزيد على هذا الأداء الرائع من خلال أم المعارك، أم المعارك، أم المعارك، صاحبة سيارتين وأفضل توقيت، أفضل توقيت، لم تذق طعم الهزيمة أبد أبد أبد، ما ذاقت طعم الهزيمة. رونا حركاته، حركات أم المعارك. روح شوف شوف العرض، ناظر يلي بتناظر، هذه أم سلامين، شوف العرض. خلاص خلاص يا العرياني، خلاص لا تقول له شيء، لا تقول له شيء. أشكرك أشكرك، سلام يا مزيد، سلام يا مزيد، سلام، أشكرك على هذا التحدي الرائع، يا سلام. شوف الجمهور يا أخواني، شوف الجمهور، خذت الجمهور، خذت المتابعين، خذت التصوير والكاميرا. تهانينا والناموس على فوز أم المعارك، سيف بن ياسر بن سيف العرياني، تهانينا والناموس. المركز الثاني، ثانية المراكز كانت فيها غزالة محمد بن سالم بن مسفر بالقبع المنصوري، والمركز الثالث، ثالث المراكز المركز الثالث كانت في وهاجة محمد بن سعيد بن عيسى الفلاسي.